يقول السائل: هل يجوز دفع شيء من المال لدفع مضرة ومفسدة تقع علي لا سبيل لدفعها إلا بهذه الطريقة؟ هذه رشوة، هذه من الرشوة، والرشوة لا تحل. لكن إن كان هذا الظالم هناك فوقه من يمنعه من ولاة الأمور، فإنك ترفع شأنه إلى ولي الأمر، ترفع شأنه إلى ولي الأمر ليأخذ على يده ويمنعه من الظلم، ولا تدفع له رشوة.